هنا طهران، الدبابات السعودية تسيطر على العاصمة الإيرانية. قصة هذا الإنتاج السعودي الذي جاء على شكل ألعاب الفيديو تبدأ من تعرض سفينة إغاثية سعودية لهجوم إيراني. تصدت القوات السعودية للهجوم ثم شنت هجوما على الأراضي الإيرانية. Okay. Time for payback. باللغات العربية والإنجليزية والفارسية نشر هذا الفيديو على موقع يوتيوب. تحمل هذه الطائرات علم المملكة، لكنها أي طائرة التايفون، صناعة اشتركت فيها 4 دول أوروبية لإنتاجها. تشن السعودية هجوما واسعا على إيران. إذن مفاعل بوشهر النووي دمر بالكامل، قاعدة بدر الجوية لم يبقى منها شيء، والعديد من المواقع العسكرية الإيرانية، كل هذا تم تدميره قبل الإنزال الجوي للجنود السعوديين، وكل هذا أيضا تم تحت إشراف مباشر من ولي العهد السعودي. تمت السيطرة على طهران دون أن يظهر جندي إيراني واحد إلا قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الذي وجد على هذه الحال. على الطريقة الأمريكية تطمئن السعودية الإيرانيين. مجرد لعبة فيديو أم محاكاة للخيال أم أمنيات؟